يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. طبعا النادي الاهلي هيستأنف مبارياته بلقاء يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله مع وادي دجله في الدوري بعد خروج منتخب مصر امام البرازيل بهدف دون رد. اكيد هنتكلم عن عوده الدوري مره ثانيه وفرص النادي الاهلي في هذا الموسم من الدوري المصري وكمان اداء منتخب مصر في الاولمبياد بعد اداء مشرف في طوكيو الحقيقه مع كابتن محمد عامر نجم النادي الاهلي السابق. صباح الفل على حضرتك، سعدائك بتنورنا دايما كل مره بتكون موجود معانا. اخبار حضرتك ايه؟ سعيد لما ابقى معاك. يا رب يخليك. ونوان دي طبعا والله مفتقدينها النهارده. منور الدنيا كابتن. الله يبارك فيك يا كريم. عايزين بقى نبتدي، يعني انا مش عارف هل نبتدي مع حضرتك يعني على الصعيد الاولمبي، هل نبتدي برايك ورؤيتك لاداء المنتخب الاولمبي المصري في طوكيو 2020 بشكل عام، ولا نبتدي بلقاء البرازيل الاخير؟ تعال نتكلم بشكل عام وصولا للقاء البرازيل. هو طبعا احنا يعني بدايه من مباراه اسبانيا يعني نفس الانطباع بتاع مباراه اسبانيا هو نفس الانطباع اللي على مباراه البرازيل. احنا الانطباع بتاع مباراه اسبانيا احنا نازلين بنشتغل بشغل دفاعي بحت. يعني لما تيجي تتفرج على ماتش اسبانيا وتشوف نسبه الاستحواذ للفريق المصري والفريق الاسباني، نعم الفريق الاسباني ما كانش مؤثر قوي على المرمى لان احنا طبعا كنا عاملين جدار دفاعي قوي جدا، بس نسبه الاستحواذ فوق 80%. يعني احنا بالشكل العام احنا كانوا بيتمرنوا علينا، فلو في بعض الحلول نجحت مع اسبانيا كان ممكن يكسبونا في الماتش دوت، لكن ربنا ستر وطلعنا فالانطباع من اول ما دخلنا الدوره وهو انطباع دفاعي. لما ما هو ده تعليمات مدرب، تعليمات جهاز فني. ما هو انت مش هتنزل، ما هو بديهي انها تعليمات جهاز فني. التعليمات دي ليه؟ ما هو انا على فكره انا مش بستنكر، انا بس بستبصر، وخصوصا ان هي حاجه ملفته للنظر، واحنا لينا برضو ايه ماضي مع الدفاع اللي هو بيبهر العالم في بعض الاحيان. فاكر مشاركه مصر في كاس عالم في ايام الكابتن محمود، يعني بالظبط، يعني كان حديث العالم كله اللي هو ايه ده. ما هو ليه عندنا التوجه ده؟ ليه عندنا الميول للدفاع المستميت على حساب الهجوم اللي هو المفروض ينتج عنه تهديف؟ يعني انا عايز اختصرها لك ان احنا ما خرجنا. تم تثبت وجودك، اثبت وجودك كفريق ليك اسمك في افريقيا. العناصر الموجوده في المنتخب الاولمبي دي عناصر جيده جدا، عناصر كلها كويسه جدا بما فيهم اللي قاعدين بره. يعني احنا مش اقل من اسبانيا، وبعدين اسبانيا ما ده احنا في السن الصغير ده احنا بنتفوق على اوروبا في السن الصغير دوت. يعني اسبانيا ما فيهاش غير في اربع خمس لعيبه بيلعبوا في انديه كبيره، لكن الباقي لعيبه عاديه زي لعيبتنا. انت ليه نازل خايف؟ الجرأه ليه مش معاك ان انت تهاجم فريق زي اسبانيا وتكسبه، تهاجم فريق زي الارجنتين وتكسبه؟ انت الانطباع نازل، انت عاوز تاخد بونت، وفي الارجنتين عاوز تاخد بونت اتغلبت، في استراليا بقى يا تكسب يا تخرج. طب ف غامرت وجازفت ولعبتك كسبت. المشكله كمان مش في التوظيف كمان، ده المشكله في التوظيف نفسه. يعني مثلا رمضان صبحي من اكتر اللاعبين اللي بيروح بيهاجم الخصم، بيهاجم المدافع، ودي ميزه جامده جدا طبعاً. عند في الخط في التلت الهجومي طبعاً. بالذات عمار نفس الشيء. رمضان صبحي في الماتش الاولاني بتاع اسبانيا كان بيلعب صانع العاب. يعني ده انت تحطه خليه حر ويروح في الثلث الدفاعي ده. يعني في ماتش استراليا الهدفين سببهم رمضان صبحي، صحيح، عدى وخد فاولات على 18، ويعني كان مؤثر بشكل كبير جدا طبعا. لما عمار نزل جاب هدف، لانه هو في الدوري المصري انت ما بتشوفوش في الدوري المصري. الدوري المصري بيلعب مع الاتحاد
على طول في التلت الاخير خطر جدا خطر جدا. فالتوظيف ما كانش مظبوط بشكل صحيح يعني. فطبعا احنا برضو الماتش الاخير بتاع البرازيل نازلين وعايزين نتعادل ونخش في ضربات جزاء والكلام ده كله. لعبت البرازيل لعيبه ده يعني لو الشناوي مش واقف كنا خدنا 5-6. فطبعا انت في كل الحالات خرجت. تم تثبت وجودك وتلعب لعب هجومي. وبعدين الواضح كمان اللعيبه كانت مجهده شكلها ما نامتش ما تفهمش مش قادرين يجروا لان لعيبه البرازيل كانوا بيتلاعبوا بينا في جوه 18 بشكل كبير جدا. هو الحقيقه هو شيء ملحوظ ومش بس لو قارنا يعني بنفسنا بلعيبه البرازيل عموما تحس ان في فرق في اللياقه البدنيه بين لعبتنا وبين معظم الفرق المنافسه. ايوه ما هو يعني ده ملحوظ جدا. طبعا ما هو احنا ما هو بالرغم ان كل لعيبتنا دول بيلعبوا في الدوري الممتاز ولياقتهم البدنيه عاليه جدا وكويسه. ما اعرفش بقى بس هو في فرق سرعات تقريبا بيننا وبين طبعا فرق رتم اداء. ما هو برضو خلي بالك اللعيبه اللي بنلعبها اغلبهم كلهم محترفين في في في, في 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 انديه محترمه جدا. احنا ما هو ده مشكلتنا احنا ان احنا مين محترف في في في, في المنتخب الاولمبي؟ مين محترف في بره في اوروبا؟ ما احنا المحترفين اللي قلنا نميل عليهم ما اسعفوناش لاسباب معلش ما هو انت احنا بنتكلم دلوقتي في المنتخب الاولمبي. اسبانيا كلهم محترفين. الارجنتين كلهم محترفين. استراليا كلهم محترفين. البرازيل كلهم محترفين. انت مين محترف عندك؟ ما هو احنا النهارده بنقفل باب الاحتراف على كل من هو بيجي له فرصه للاحتراف. بنقفل وده خطر جدا على منتخبنا ومنتخبنا الاول كمان. احنا لما يبقى بنروح دوره في من الدورات للمنتخب الاول او اي منتخب بيختاروا اللي هيروحوا الدوره دي من 120 محترف من 150 محترف الا احنا يعني هم 3 4 5 بالكتير خالص محترفين اللي عندنا بنجيبهم كلهم. طب رايك يا كابتن عامر هل مثلا من المتوقع ان الفتره الجايه يبقى في اعاده ترتيب اوراق بشكل عام؟ احنا كل مره كريم بنقول كده. ما احنا ساعات ما بنتحركش غير لما بنتقرص يعني او لما بنتوجع يعني انا شوقي غريب بيكلم اللعيبه بعد الماتش ولاميهم بعد الماتش يقول لهم انتوا يعني اديتوا اداء مشرف. ايه اداء مشرف؟ احنا رايحين دوره احنا زينا زي البرازيل زي اسبانيا نلعب ونثبت وجودنا. احنا لعيبه مش شويه لعيبه بدليل ان احنا عندنا لما حد بيحترف بره بينجح جدا. احمد الحجازي ناجح طبعا. محمد صلاح ناجح. تريزيجيه ناجح طبعا. كل اللعيبه اللي بتحترف طبعا. يعني بتنجح طبعا. وبتلعب مع لعيبه زي اللعيبه اللي انت بتلعب ضدها دي. فليه انت محجم نفسك؟ ليه يعني خليت اللعيبه في الدوره كلها يدافعوا؟ يعني معنى كده ان من اهم القيود اللي حضرتك شايف ان احنا لابد وان نتحرر منها فكره الاحتراف نفتح الباب ليه اكتر. ايوه ده جزر القمر. القمر دي اللي هي بلد يعني لسه امبارح في الكوره عندهم نسبه محترفين اكتر مننا. فاحنا لازم نطلق عنان الاحتراف دهوت عندنا في مصر عشان يبقى عندنا منتخب قوي جدا لما نخش بطوله امم. انت داخل بطوله امم جايه اهيت انت ما دخلتش قبليها. فطبعا ده هيبقى بالشكل شكل شكل شكلنا مش 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 مظبوط في البطولات اللي جايه. لازم يبقى عندنا منتخب قوي واللعيبه اللي بتاعت المنتخب الاولمبي نواه جيده جدا 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 للمنتخب الاول. فطبعا احنا لازم ليه في فرق ملحوظ في القوه بين المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول لكره القدم؟ ما طبعا ما هو في دول برضه خلي بالك. وانا اسف هزود على وليه طبعا؟ ليه ما يكونش المنتخبين اقوى من بعض؟ هو ده اللي احنا عايزينه. ما احنا عايزين يبقى في المنتخب الاولمبي ما هو الاحتراف انت بتستنى على اللعيب
احنا عندنا في مصر هنا حاجه غريبه جدا، تستنى على المدرب لما يبقى عنده 60 سنه وبعدين تبدا تدي يبقى مدير فني. ليه؟ ما المدير الفني يبدا ما هو عنده في الثلاثينات، لا اول ما يبطل ويشتغل ويبقى طالما فكره كويس يشتغل. احنا بنستنى لغايه لما ناخد كل حاجه في اللعيب وبعدين نسيبه يحترف. ليه؟ ما طالما في فرصه احتراف. بس احنا بنبص لمصلحتنا بس، كل نادي بيبص لمصلحته بس، ما يبصش لمصلحه المنتخب. احنا المنتخب الاولمبي لما يبقى فيه 10 15 واحد محترف ده بيقوي غير المحترفين ومصلحه للبلد. الحقيقه برضو اللي لازم يعني نتوقف امامه محمد الشناوي. يعني محمد الشناوي برضو يعني الحقيقه يعني على راي حضرتك وانت بتقول في ماتش البرازيل لو ما كانش محمد الشناوي هو اللي واقف كنا خدنا 5-6. ايوه طبعا. ففكره ان الشناوي الحقيقه يعني ايه خير من يحرس عرين الكره المصريه بشكل عام. يعني انا عايز اتكلم على الشناوي. الشناوي لما جه يلعب للنادي الاهلي فعلا ده كان في مصلحه الشناوي بشكل كبير جدا. خلي بالك انت لما بتمثل كيان وكيان قوي جدا ده بيحملك مسؤوليه كبيره. اكيد. يعني طبعا. الشناوي لما يبقى مع 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 الحراس المرمى اللي كانوا قبليه ويجي يحرس عرين النادي الاهلي بيبقى عاوز يقول للناس كلها ان انا احسن من اللي قبليه او اقل حاجه مش اقل منه اضعف الايمان يعني. وبعدين بيوقف حارس مرمى لنادي بيلعب على بطولات مش بيلعب على ان هو هيبقى في منتصف الجدول او الكلام ده كله، لا ده يعني عليه مسؤوليه كبيره جدا. مستواه تطور بشكل كبير جدا. وعلى فكرة احساسه بالمسؤوليه برضو ده يعني من ضمن المشاهدات اللي ممكن الواحد يشوفها في صوره زي دي اللي حضرتك لو بصيت معانا على الشاشه يعني بليغه جدا. طبعا بليغه جدا. زعلان قوي يعني. عمار كان زعلان جدا طبعاً. الواد اكرم توفيق كان زعلان بشكل كبير. في ناس مش فارقه معاها راحت لعبت واتفسحت وراحت اليابان وشافت اليابان ورجعوا، لكن ده بيبص على انه هو عاوز يحط في رصيده طبعاً. بطوله طبعاً. فطبعا شوف المنظر بيبقى شكله ايه. وبعدين قيادي وحارس مرمى جيد جدا يعني. انا بصراحه بشكره جدا على الاداء هو كلنا الحقيقه بس يعني من ضمن صوتنا لصوت حضرتك طبعا. طيب نرجع بقى على الدوري المصري وحضرتك شفت ازاي مباراه الاهلي وفوز الاهلي على اسوان. بص يا كريم، الاهلي في حته وكل مع احترامي لكل الانديه وكل انديه مصر في حته ثانيه خالص. اولا موسيماني، انا هبدا بموسيماني. موسيماني ناجح بشكل كبير جدا، من الناس اللي بيتصمم على انه ينفذ فكره. يعني هتلاقي في 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 كل مباراه بالرغم من الروتيشن اللي بيعمله والنقص العددي اللي كان فيه حتى في اخر ماتش ليه مع اسوان، النقص العددي اللي عنده بسبب وجود اكتر من 5 أو 6 لعيبه في المنتخب الاولمبي ومنهم الشناوي طبعا. يعني فبنصمم على 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 تثبيت فكره في الملعب. بتلاقي اللعيبه مستحوذه على الكوره، التغيير الجنب من الجنب موجود، الهجمه المرتده السريعه كانت بتبقى موجوده دايما، استغلال المساحات مع محمد شريف في لما بنقطع كوره من نص ملعبنا موجود. كل الكلام ده اللي بقوله لك دلوقتي موجود في كل مباراه واي حد بينزل في الملعب بينفذه. يعني حسين الشحات خرج نزل مكانه اي حد بينفذ الكلام اللي بيعمله حسين الشحات. تصميمه على 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 وجود حسين الشحات بالرغم من الهجوم الشديد على حسين الشحات في الفتره القديمه، ولكن في برضه دليل اضافي على حسن التعامل النفسي من موسيماني مع اللعيبه اللي حصل مع ما هو ده طبعا. انك انت تبقى مصمم على ان اللعيب ده يبقى موجود في الملعب وانا معاه، لان حسين الشحات من اللعيبه الجيده جدا طبعا. عنده طبعاً. رؤيه بشكل طبعاً. كبير جدا. شوف في ماتش اسوان
عامل هدفين رائعين يعني من 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 عنده. عمل الاولانيه لكهربا حطها بشماله جميله جدا كهربا يعني يعني احسن الاداء في 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 هذه الكوره. والجول بتاع ولتر بواليا عاملها له من ناحيه اليمين الاثنين من ناحيه اليمين. على ذكر ولتر بواليا لانه برضو من الناس اللي تستحق ان احنا نقف نتامل الكيس بتاعته. أيوة يعني في فتره كانت الدنيا محجره معاه تماما كميه. أيوة عكوسات مش طبيعيه. أيوة والراجل كان بيعمل كل حاجه ممكن تتعمل في الملعب بس في حاجه ناقصه. الحاجه دي ابتدت تكتمل وشفناها كلنا بشكل واضح في الفتره الاخيره. يعني بواليا يعني في اخر ماتشين احرز هدفين ولا اجمل ولا اروع كل هدف منهم كان حاسم اكتر من التاني لدرجه ان البعض ابتدى يتكلم على فكره ان بواليا ممكن قريب جدا نشوف فيه استنساخ للي حصل مع فلافيو زمان. ايوه ما هو ده رؤيه مدرب. يعني انا فاكر في حلقه سابقه مع حضرتك وقلت لك بواليا دوت لعيب من اللعيبه الكويسه جدا جدا. صحيح. وانا شايفه كويس. بس هو الراجل يعني هو شايف ان هو مضغوط. الولد بيلعب للنادي الاهلي مش بيلعب للجونه. ففي ضغوطات حواليه مأثره عليه. هو طبعا لعيب بس هي ضغوطات طولت شويه معاه يعني طولت لان هو يعني حجرت معاه شويه في بعض الفرص. فدي اثرت عليه نفسيا وزودت الضغوطات عليه. لكن الراجل موسيماني برضه مصمم عليه عشان عارف امكانياته شكلها ايه وهتوصل لفين وبيديله في الوقت اللي هو ممكن يفك الازمه اللي عنده زي ماتش اسوان. حط الجول في الدقيقه 90 طب 90 وي كمان 93 يعني. كمان الدقيقه الثالثه من الوقت بدل الضايع. انا بس هستاذن حضرتك عشان الزملاء بيقولوا لنا لازم نطلع فاصل. يعني هنقف عند النقطه دي نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا. ربنا يخليك اتفضل. يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه عوده من جديد ل 10 الصبح في الاهلي وضيفنا العزيز اللي منورنا ومشرفنا النهارده كابتن محمد عامر نجم النادي الاهلي السابق. وكنا وقفنا معاه في الكلام قبل ما نطلع الفاصل الاخير ده عند تفصيله والتر بواليا اللي موسيماني فضل صابر عليه فتره مش قليله الحقيقه لان هو كان مقتنع بيه كل الاقتناع وعارف امكانياته فين. وابتدت مؤخرا المكنه تطلع قماش فعلا بالمعنى الحرفي يعني في الفتره الاخيره وابتدى يتالق مؤخرا. تعال نروح لكهربا وبرضو كيف رأيت كهربا بالذات في آخر مشاركتين دي؟ بص المجموعة كلها ممتازة جدا. كهربا بس هو كهربا يعني من اللعيبة اللي ممكن ينزل يبقى مؤثر جدا جدا طبعا. هو بس عايز يقلل بس الفولت شويه في النفاذة والكلام ده. كهربا يا كابتن هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه بقى؟ هدي الله ودي حكمته. هو لا ولد روحه جدا لا وشخصيه دماغه جدا ولعيب مهاري محترف. ايوه يعني هو بس لو خد الفرصه وفي ماتشين ثلاثه اربعه اساسي وينزل وخد الثقه مش هيطلع بره الملعب مش هيخرج بره الملعب خالص. الحاجه الكويسه كمان ان الروح بين لعيبه النادي الاهلي روح جميله جدا. خلي بالك ان الروح دي موجوده من زمان جدا يعني. انا بفتكر اول مره نزلت الملعب مع الفريق الاول في النادي الاهلي كل اللعيبه وبعدين كان معايا مين مصطفى يونس وخطيب وصفا طب حليم ومختار وشطه وعبد العزيز عبد الشافي واحمد عباقي فتحي مبروك فريق خد ثابت واكرامي ثابت الله يرحمه يعني فريق كلهم عمالقه عمالقه صحيح خدوني في حضنهم احتضنوني. حسيت ان انا في خلال اسبوع ان انا كاني معاهم بقالي 20 سنه بلعب معاهم. دي روح جميله جدا. شوف بواليا لما يعني نزل في وقت وكله عاوز يساعده وكله عاوز يلعب له الكوره عشان ياخد الثقه طبعا. ما هو مين اول واحد جري عليه؟ محمد شريف. اول واحد جري عليه حضنه وكهربا حضنوا بواليا. ما هو درس حربه زيه ودرس حربه زيه يعني يقول لك انا مالي يا عم ده انا عاوز العب ما يعني ما بيتمنلوش غير الخير.
وده امر متوارث في النادي الاهلي. دي الروح دي موجوده في النادي الاهلي بشكل كبير جدا. فانا بقول ان بواليا وتصميم موسيماني على بواليا وحسين الشحات ده اولا عينيه جيده جدا جدا جدا، بالرغم من يعني موسيماني انا شايف ان هو كمان بيعمل روتيشن بشكل كبير جدا، لان اللعيبه عنده مجهده وبيحاول بقدر الامكان يرجع المصابين. يعني كل الناس المصابه في الماتش اللي فات ده غيرهم ونزلهم. عنده نقص في الباك رايت، رامي ربيعه كان بيلعب ما عندوش مشكله، لكن محافظ على ريتم ادائه، محافظ على طريقه اللعب اللي هو بيلعب بيها. النادي الاهلي بينزل يعني هو اللي بيتحكم في ريتم الاداء، هو اللي بيتحكم في الجيم نفسه. بمناسبه يعني المصطلح اللي حضرتك استخدمته ده ريتم الاداء، عادي طبعا ما فيش لعيب في الدنيا بيفضل طول عمره وطول مشواره الكروي على نفس المستوى، بيبقى فيه ساعات ساعات الدنيا بتخستع شويه، ساعات بيتالق زياده، بس دي حاجه ملحوظه عندنا احنا في كره القدم المصريه اكتر وفي لعيبتنا اكتر. يعني تبقى اللعيب من دول انت عارف ومتاكد ان هو فعلا واثبت قبل كده يعني عشرات المرات ان هو فعلا لعيب جامد، لكن تعدي عليه فترات بتحس ان في تذبذب في الاداء، تحس ان في تراجع ملحوظ في الاداء، وبعد كده يرجع يعاود التالق مره ثانيه. هل الظاهره دي طبيعيه ومنطقيه ولا هي موجوده عندنا احنا اكتر من غيرنا؟ يعني هو... يعني حد زي ميسي مثلا، حد زي رونالدو، حد زي اللعيبه الكبيره اللي موجودين في اي مكان في العالم، مهما كان مستواه متراجع يعني هو مغمض هيعمل لك شغل حلو في الملعب. ايوه طبعا، فاهم قصدي ايه؟ لو لعب بربع طاقته، لو ربع لعب بتمني امكانياته برضه هيديك جوده في الاداء. ليه ما بيحصلش ده معانا؟ هو طبيعتنا احنا كمصريين يعني اللهم صل على حضرتك النبي، الاداء بتاعنا بيبقى متذبذب بسبب ان احنا ما احناش بناخد الامور بشكل احترافي. اللعيبه ميسي ورونالدو اللعيبه دي بتقدر تفصل بين حياته الخاصه وبين الحياه العامه نفسها وبين شغله كراجل محترف. هنا اللعيب ممكن يسهر، ممكن ياكل اكله زياده تزوده كيلو ولا 2 كيلو، كل ده بيسبب له ارق في شغله وزياده وزنه، ان هو يسهر للساعه 2 ويقول لك انا هنام وهنام وهقوم متاخر. طب وعلاج العطل ده يجي منين؟ بزياده التوعيه عند شخص اللاعب ولا زياده السيطره من الجهاز الفني؟ ما هو انت مش يعني طول الاسبوع هو بينام في بيته، انت ما انتش هتروح تنام في حضنه، او مش هتروح له كل يوم تبعت له كل يوم واحد يقول له انت ميعادك الساعه 10 تنام، يبقى لازم تنام. اللعيب من نفسه لازم يبقى حاسس بالمسؤوليه ناحيه نفسه، لانه هو النهارده بيلعب في النادي الاهلي 3 سنين، يا اما النادي الاهلي يجدد له يا اما يمشي. ولما هيمشي من النادي الاهلي هيروح فرقه تانية، لكن هيبقى مين بقى هتلعب لمين؟ بقى انا في النادي الاهلي وابقى ماسك الفرصه دي في ايديا واسناني والعب للنادي الاهلي لغايه لما ابطل في النادي الاهلي وليا بقيه في النادي الاهلي كمدرب كاداري كمسؤول، ولا امشي من النادي الاهلي بسبب ان انا مستواي تدنى واروح فرقه تانية؟ طالما ما حافظتش على الفرصه دي مش هتحافظ على الفرصه اللي بعدها. هو ده. فطبعا اللعيب المصري لابد ان هو في ايديه فرصه يقتنصها، يبقى عارف ان ربنا حباه بموهبه ان هو لعيب كوره محترم، لازم يحافظ عليها، ينام كويس، ياكل كويس، يشتغل على نفسه زي ما بنشوف محمد صلاح كده بيشتغل على نفسه النهارده، بينتقل من نادي لنادي لنادي بمستواه العالي. طبعا ما بينتقلش من نادي لنادي بان هو لنادي اقل مستوى، لا ده لمستوى اعلى. في تصعيد. هو ده اللي عندنا هنا في مصر. طيب تعالى بقى نرجع كابتن عامر بعد اذنك للدوري ولقاء يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله ما بين الاهلي ووادي دجله، وبرده توقعات حضرتك ايه فيما يتعلق بهذه المباراه وفيما يتعلق ب الماتشات اللي فاضله بقى ورحله ومشوار النادي الاهلي للحفاظ على اللقب الدولي. هو طبعا النادي الاهلي ليه ماتش مؤجل، ولو كسبه هيتساوى مع نادي الزمالك في ب 61 بونت.
يعني انا بتوقع ان النادي الاهلي ان شاء الله ده هيمشي بشكل جيد جدا، مع كمان مع انضمام المجموعه بتاع المنتخب الاولمبي دي لما ترجع. رغم التعثر اللي حصل واللي اخرنا نسبيا بتعادل ما كانش ليه لازمه، بخساره ما كانش وقتها. النادي الاهلي دايما، بص احنا في سنوات كتيره قوي النادي الزمالك ده كان بيبقى سابقنا مثلا ب 13 بونت وناخد الدوري، لان احنا عندنا ثبات انفعالي كبير جدا مع مسانده اداره، مسانده جهاز فني، تعامل مع المواقف دي بشكل احترافي كبير جدا، وده موجود في النادي الاهلي بس على فكره. يعني اللعيبه بتبقى عارفه ان يعني احنا ممكن تكون اللعيبه مثلا تقول لي ما يفرقش احنا ناخد الدوري، ما احنا خدنا بطوله افريقيا واخدين العشره لسه من اسبوع ولا من اسبوعين. لا، النادي الاهلي مش كده، ولا لعيبه النادي الاهلي كده، ولا جماهيره بالمناسبه. نعم، ولا جماهيره بالمناسبه، ولا جماهيره طبعا. ده بالعكس، كل النادي الاهلي كل ما بياخد بطوله بيبقى عنده تشوق ان ياخد الثانيه والثالثه والرابعه، وبيبقى مشدود للبطوله اللي بعديها بشكل كبير جدا. بس الموضوع ده بيشكل عبء غير طبيعي على كاهل اللعيبه والجهاز الفني طبعا. انت يعني النهارده يعني التعادلات دي برضو خلي بالك بتشكل عليك عبء اكبر، لانك انت النهارده يعني لو كنت كسبت كل ماتشاتك كنت هتفرق عن الزمالك باربعه بونت. النهارده انت تعادلت ماتشين ضاع منك الاربعه بونت. يعني لو كسبت الماتش اللي جاي او الماتش المؤجل ليك هيبقى التساوي في المشكله، لكن هيبقى نعم. المشكله في ايه؟ المشكله في كلمه لو، ان احنا ما كناش عايزين نبقى محطوطين في الحته اللي مضطرين نعتمد فيها على لو الفريق المنافس حصل معاه ايه يبقى وضعنا ايه، او لو احنا تعادلنا. انا معاك، كلمه لو دي برضو ما بتطمنش قوي. لا ما احنا يعني لما نيجي نبص على النادي الاهلي ومشواره هتلاقي فيه الله يكون في عون الجهاز الفني في مشواره عقبات كتيره جدا. هو الموسم السنه دي استثنائي نقدر نقول يعني عليه، يعني كورونا واجهاد لعيبه وغيابات كل حاجه طبعا، وغيابات طبعا، كل دوت برضو بيأثر. خلي بالك هو موسيماني بيعمل روتيشن ليه في اللعيبه؟ ما عشان حتى في الماتش جوه الماتش لما اول ما بيطمن على النتيجه بيقوم مطلع تلاقيه بيطلع بدر بنون، بيطلع الناس اللي هي شغاله في الملعب ما بتقفش، بيطلعهم يريحهم من بدري وبينزل مكانهم. فطبعا انت كون ان انت تبقى ماشي بهذا الشكل ده نجاح كبير جدا، لانك انت شغال في افريقيا وشغال في الدوري وشغال في الكاس، بطولات كتيره قوي انت شغال فيها، وبعدين بتلعب عشان تاخدها مش بتلعب للتمثيل المشرف زي ما واللي احنا واخدينها بنلعب عشان نحافظ عليها كما بالزبط. هو الحال في الموسم ده، يعني المفروض لو الاهلي فاز فعلا بالموسم ده من الدوري يبقى ده الدوري السادس على التوالي في تاريخ. يا ما شاء الله، ان شاء الله باذن الله هناخده باذن الله. انا ما جيتلكش هنا مره لما قلت لك باذن الله هناخد الدوري باذن الله. صحيح. رغم ان احنا حتى لو تعادلنا في اللبنات مع الزمالك المواجهات المباشره هترجحنا على في يعني حضرتك مفيش حاجه معينه قلقاك في مشوار الحفاظ على لقب الدوري؟ والله مش انا مش حاطط ايدك على قلبك من تفصيله ما؟ ما هو بص، هو بس اللعيبه تفضل على تركيزها طول الماتشات، لان برضو بيغيب التركيز في بعض الماتشات اللي احنا تعادلنا فيها بالذات، بيغيب التركيز ثواني بيجي فينا جول. طب وده يعني ما هو المباراه تموجيه، بتلاقي في فرقه في وقت من الاوقات مستوى اعلى وراكبه الفرقه الثانيه، لو ما استغلتش العلو في المستوى دوت واحرزت اهداف بتخش في الموجه الثانيه اللي هي تبقى مضغوطه فيها ان الفرقه تبقى مستوى الفرقه الثانيه بتعلى فممكن تجيب فارق. ايوه بس ما هو الفرقه الثانيه تعلى ليه وحضرتك جاي مثلا من محفل دولي طالع ثالث العالم في دوري في كاس العالم للانديه، واخد النجمه التاسعه والعشره افريقيا، وجاي بتلاعب فريق محلي في نهايه المطاف، مع الاحترام للكل انا مش قصدي حاجه، بس انا قصدي اقول لك ان انت كنت بتلاعب لسه قبل منها بايام بتلعب فرق اقوى ثلاث اربع اضعاف الفريق اللي انت هتلعبه دلوقتي، فبالتالي مش مقبول بقى عند الجماهير ان احنا نشوف ان في تدهور في مش مقبول عند اي حد، لكن هو ده طبيعتنا احنا دايما لما بناخد بطوله كبيره بيبقى الخوف بعد بالماتش الثاني على طول. لان اللعيب بيحس ان هو ده عمل حاجه كبيره جدا، ايه ماتش محلي
ما هو الماتش المحلي ده هيضيع منك بطوله كبيره برضه طبعا اللي هي موصلك لافريقيا. صحيح. يعني بطوله الدوري انت بتلعب طبعا. في بطوله افريقيا ازاي؟ طبعا يا تاخد دوري يا تاخد كاس. صحيح. طب ما انت الدوري هيضيع منك، مش هتلعب السنه اللي فاتت السنه اللي جايه بطوله افريقيا. فانت الماتش اللي انت هتستهين بيه بعد او هتفرح قوي لدرجه ان انت تفك ويضيع من ويضيع منك الدوري، ده هو ده اللي الواحد يخاف منه. ربنا يصلح الاحوال والمخاوف دي ما تحصلش يا رب ان شاء الله. هنيجي نحتفل هنا يا رب ان شاء الله باذن الله. نتشرف بوجود حضرتك معانا، وكالعاده بنسعد جدا كابتن محمد عامر نجم النادي الاهلي السابق. جزيل الشكر لحضرتك على وجودك معانا النهارده، واكيد الشكر طبعا موصول لكل حضراتكم على حسن المتابعه. بكره باذن الرحمن قبل دلوقتي بساعتين يتجدد اللقاء وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليكم.